طيب نروح لموضوع سعد المجرد، والمغاربة يرفضوا التضامن مع سعد المجرد، والبعض وصفه بالكوليرا. في هجوم فظيع على المغني المغربي سعد المجرد بعد أنباء توقيفه الاشتباه بارتكابه اعتداء جنسي جديد على مواطنة فرنسية مرة تانية. يمكن دي تاني مرة حصلت مع سعد الموضوع ده، وعبر كثير من جمهوره عن استيائهم من سلوكه المتهور، وحذر العديد من الجماهير من التضامن معه. صدر بيان عن ممثل الدعاء العام في فرنسا، قال ان في النيابه العامه اوقفت سعد المجرد صباح يوم الاحد اللي فات في المنتجع السياحي لمنطقه سيلون تروبي عقب تقديم مواطنه فرنسيه شكوى ضده تتهمه فيها بارتكاب افعال ضدها ينطبق عليها الاغتصاب، وامر القضاء الفرنسي بتمديد فتره احتجاز لمجرد لمده 24 ساعه حتى انتهت التحقيقات. واعتقد ان الـ يعني ان هو دلوقتي يمكن التحقيقات اثبتت ان هو ما عملش كده. احنا في انباء كتير بتقول ان التحقيقات اثبتت ان سعد ما عملش الكلام ده، وان التهمه دي ما ثبتتش عليه زي التهمه اللي فاتت. عامه ده اللي حصل. في ناس كانت مع يعني متضامنين مع سعد، وفي ناس ضد سعد وشايفين ان هو بيعمل فعلا سلوك متهور لا يتناسب مع هويته العربيه ولا يتناسب ايضا مع موهبته، لان هو يعني بيتمتع بصوت جميل. فارجو يعني ان مثل هؤلاء الفنانين ان هم طالما منتشرين بموهبتهم بهذا الشكل هم يحافظوا أكتر على تصرفاتهم ويحافظوا أكتر على سمعتهم. طيب نروح بقى لفقرة السوشيال.